إذا قيل لك أهناك من لا يحاسب يوم القيامة أبدا؟ فقل نعم، ولا يدخلون ضمن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. لا يدخلون ضمن من يسأل هذه الأسئلة، وهم من؟ هم الذين حققوا التوحيد. قيل: من يا رسول الله؟ كما في الصحيحين قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم بالنار للعلاج، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا قيل لك: كم عدد هؤلاء؟ فقل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته كما عند الترمذي قال: سألت الله عز وجل فاستزدته، فجعل مع كل 70,000. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي يدخلون من أي باب؟ كما جاء في الصحيح: يدخلون من الباب الأيمن من الجنة. يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة.